النظرة الوطنية حول الإصلاح الجبائي. بالضبط 3 ماي 2019، دونك هذه المناظرة الثالثة. من خلال هذيك المناظرة كانت مشاركة نسبية مزيانة ديال ممثلين المقاولات، ديال النقابات، ممثلين بعض النقابات ولو بشكل رمزي، حتى ديال المجتمع المدني، حتى ديال واحد المعادلة الأطراف. وكانت فرصة هذه بالنسبة للحكومة باش تصنت، باش تعرف شنو هي الانتظارات ديال جميع الأطراف اللي كاينة في الاقتصاد المغربي بما فيها المواطنين. فعلا النتيجة كانت هي واحد المجموعة ديال التوصيات اللي رسميا تسجلات، وكانت من المنتظر باش هي اللي تشكل القاعدة، تشكل الأساس ديال الإصلاحات الجبائية اللي غتبرمج خلال 5 سنوات. ولكن أول إجراء اللي كان خاصو يدار هو قانون الإطار، اللي كان خاصو يدار هو الأول من 3 ماي حتى لسبتمبر. ومن خلال هذاك قانون الإطار غتكون يكون مشروع القانون المالي الأول، هذا في 2020 غادي يكون هو الخطوة الأولى اللي غياخذ بعين الاعتبار ما هو استعجالي، ما هو أولي، وغادي يتم انطلاقه خلال مده ديال 5 سنين. وغيكون واحد نسبيا تكون واحد لا فيزيبيليتي، يعني واحد غادي يمكن الحكومه تكون عندها واحد النظره في وسط يعني ما اقصى ما ممكن خلال الفتره هذا. ولكن قانون الاطار ما دارش، ما كاينش. دار مشروع قانون الماليه ديال 2020، وملي كان نظروا نظره لهذا المشروع قانون الماليه كنحاولوا نفهموا نبحثوا شنو كاين، يعني شنو واش بالفعل واش خدا بعين الاعتبار ولا لا التوصيات. ما كنلقاوش هاد الاشياء. شنو كنلقاو؟ كنلقاو بالاخص جوج الاشياء. اولا كاين هناك يعني كاين استجابه على المستوى الدولي للاتحاد الاوروبي، بحيث واحد العدد ديال الامتيازات اللي تعطات المناطق الحره المغرب تراجع عليها، تراجع فيها في الوقت اللي هذيك الامتيازات كانت ضروريه باش يمكن لها تشجع الاستثمار الاجنبي، وباش لا سيما تشجع انشاء المقاولات اللي عندها يعني لا سيما في المجال ديال التصنيع. يعني فاش نقولوا التصنيع تنقولوا فين كاين قيمه مضافه، وفين كاين تشغيل، فين كاين الى اخره. يمكن كانوا ممكنش اصلاح ضريبي. النقطه الثانيه بعدا، النقطه الثانيه من غير هذه الاستجابه للاتحاد الاوروبي، النقطه الثانيه شنو هي؟ هي واحد المجموعه ديال الاعفاءات لي زامنيستي اللي جاوا. هاد الاعفاءات، الاعفاء الاول هو بالنسبه اللي عندهم المداخل الكرائيه، اجي خلص واحد البركه وما نتحاسبوش معاك. الاعفاء الثاني هو اللي مخبع شي فلوس، اللي مكدش شي فلوس ما عرف منين جاتو، يحطها في البنكه ويخلص واحد البركه ديال 5% وما نتحاسبوش معاه، ما نقولوش منين جاوك دوك الفلوس. وكذلك الاجراء الثالث بالنسبه اللي عنده يعني ثروه على برا على المغرب، يمكن له يدخلها وكذلك غيتم الاعفاء عليه في مقابل كذلك يخلص واحد البركه. اذا وهاد الاجراءات راه هذه تقريبا هاد 10 سنين اللي دازت راه كانت اجراءات كتكرر دائما، بحال ماشي شي اجراءات اللي كتجي بواحد المنظور اللي هو يعني انتقالي باش باش كنهيئوا يعني باش نثنيوا الصفحه وباش نوجدوا شي، لا، اللي خطير هو هذا التكرار، هذه اعاده التكرار كتخلي كتعطي يعني الاحساس، لا سيما بالنسبه للاجراء، كيتقطع لهم من المنبع.
ما عندوش كيفاش يغش، ما عندوش كيفاش يخبع، ما عندوش كيفاش غادي يقول لك انا كنخلص ولا هذوك ما تيخلصوش. باش غادي يشعر؟ غادي يشعر يعني شنو هو الاحساس اللي غادي يكون عنده؟ واحد غادي يحس بواحد الحيف، غادي يحس بواحد النوع ديال الحقره، غادي يقول ما شنو هاد شنو هاد المساله هذه. اذا هاد على الاقل هذا هو الطبع اللي غالب على هاد على 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 هذا المشروع مع الاسف، وما كيتجاوبش نهائيا مع الانتظارات اللي عبروا عليها من خلال هذه المحطه اللي ذكرناها ديال المناظره الثالثه.